حبايبي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اي مس يو كالعاده. هاي صباح الخير. لانه حاليا الساعه 11:30 تقريبا، فعم بجهز حالي رح صور فيديو يوتيوب اليوم. So get ready with me ليوتيوب فيديو. فرجيكم كيف انا بتحضر لما يكون عندي تصوير. اليوم رح صور فيديو كتير حلو. It's gonna be so nice. فيديو رح تحبوه. ان شاء الله ان شاء الله ينزل بكرة. انه اكيد في ناس بتفكر انه بما انه انا بصور فيديو مثلا بقول انا هصور فيديو اليوم، مفكرين انه حينزل فيديو نفس اليوم، بس طبعا هالشي مستحيل، يعني لانه واحد ما بيلحق يصور فيديو ويعدل الفيديو وينزل فيديو بنفس اليوم، مستحيل. So اليوم انا لابسه هاد، كتير برد اليوم عندنا بصراحة، فمدفي حالي على اساس، وبتعرف واحد اول ما يصحى الصباح يكون هيك بردان، فلبست هذا البرنس صاير هيك ثيك، يعني سميك يدفي. اوكي، اول شيء شلت مساحة وشي بمنظف، وبعدين حطيت مرطب. حاسه بدي ارطب مره ثانيه، احط مرطب بنوع ثاني. اوكي، يعني شوي بحس بالبرد لازم واحد يرطب اكسترا بشرته. انا هون عندي اكثر منطقتين بتنشف او هيك تكون جافه، فبركز هون اكثر شيء. حاسة عيوني هيك منفخة شوي. اوكي، بعد ما خلصت الترتيب راح احط من ماك هاد مثل البرايم او قبل الميك اب. استنى ينشف. اوكي، سو راح احط كونسيلر. راح ابلش بالكونسيلر. كنت مفكره احط عدسات اليوم، بس غيرت رايي، تشينج ماي مايند. اوكي، راح ابلش احط تحت العين، وراح اخليه اخر شيء اعمل له بلندنج، لانه هي الحركه بتخلي انه يعطي كفرج اكثر، انه هيك ينشف شوي فيعطي كفرج تغطيه اكثر. اوكي، بوزع الباقي هون الأماكن اللي. أنا عادة باخد 2 pumps من هاد ماك كونسيلر، أكتر كونسيلر بحبه، كتير بيغطي. It's so good. شوفوا حطيته على وشي كله مثل الفونديشن. أنا بستخدم كونسيلر على الوش كامل لأنه بيعطي تغطية أكتر. برد مش طبيعي، فلازم البس شيء هيك يكون. او نسيت، عملت بلندنج تحت العين، بس اوكي، فلازم البس شيء برد. عادة بالشتاء ما بيكون هيك برد، يعني عادة بسرعة بيصير، يعني بس شهر ال 12 وال 11 والاول يبلش يصير يعني حر، بس هلا لا، انه برد، يعني مطر البارحة وعواصف ورعد، غريب. يعني it's a good thing انه هاي شيء ممتاز. هاد لما بحطه قبل الميك اب الفيكس it's so good، بيخلي هيك بشرتي تطلع smooth،
بحط ميك اب، بحط الكونسيلر او الفونديشن، هيك بتكون سموذ كتير البشرة. اوكي هلا رح اعمل بلندنج تحت العين. كمان اوكي هلا بعمل بلندنج لهي العين. شايفين التغطية كيف صارت؟ اكسترا، تحسوا هيك من تحت العين برايت، يعني ما في حتى ما مبين انه خط اسود او شيء. هلا ماي فيفورت بارت باودر، بستخدم انا هاد هدا بيوتي، والدرجة اسمها باوند كيك. في كتير عالم سألتني عن باودر هدى بيوتي، بصراحة هذا الباودر كتير مشهور، مشهور لأنه ما بيخطط، وكمان هيك بتحسوا كتير سموذ الباودر، يعني بيدخل بأدق الأماكن. يعني بحط هون كمان، بحط على الوش كله، بس اكتر منطقة انا بركز فيها بالباودر هي المنطقة اللي بتخطط وبتزيت، هي اللي هي تحت العين على الانف، هي المنطقة، وبوزع الباقي على الوش كله. اوكي يعني انا مستحيل لبشرتي، يعني اوكي بحب استخدم مرات مكياج هيك يكون مو، بتعرفوا انتم ماركة ماك وهدى بيوتي تعتبر الماركات الغالية، سو للبشرة لازم استخدم هاي الماركات الغالية مشان تكون هيك تعطي، بيعملوا فرق. يعني اذا بستخدم ماركات رخيصة بيطلع وشي مو نفس الشيء، بس كاي شادو حمرة اي لاينر ماسكارا ممكن استخدم الماركات الرخيصة، بس كفونديشن باودر مستحيل، لازم استخدم الماركة كتير منيحة، وعادة بتكون الماركة الغالية منيحة بالفونديشن والكونسيلر وهي الاشياء والباودر. طبعا عم بحكي هيك عن تجربة لانه قبل انا كنت بستخدم كونسيلر وهيك اشياء البشرة من ماركات رخيصة، وهلا او بعدين بتضل صرت استخدم من ماركات انه شوي تعتبر غالية مثل ماك ودا بيوتي، هاي الماركات، وكتير لاحظت فرق يعني بالبشرة، كيف شكل البشرة انه سموذ اكتر احلى. يعني بس هي هي القصة، حكيت لكم قصتي. رح احط اي شادو، رح احط مكياجي اليوم اليوم بصراحة، مو حابة اغير او اقعد اتفنن لانه بصراحة لازم اعمل هيك اللي انا بعرفه حتى اخلص عشان ما اندم، يعني لانه ما عندي وقت كتير اصلح غلطات. استخدمت هاي الباليت من غوش بنية. تعرفوا في ناس او تعليقات بيزعجوني كتير انه لما بيشوفوني عم بحط ميك اب لون بنيات او شي ترابيات غيري، بغير بحط مثلا الالوان الدافئه اكثر اللي هي الاورنج الاحمر الاحمر غامق، هي الالوان شوتي دائما بحط هي الالوان غيري غيري. طب هي بالميك اب وورد انه شو في غير هدول الدرجتين، الالوان الدافئه والالوان البارده؟ البارده هي البنيات اللي هي الاشياء، والدافئه اللي هي الالوان اللي برتقالي الاحمر البينك مثلا، فما في غير هدول الاثنين، بنيات ومشتقاتها والاحمريات ومشتقاتها، لا غيري. طب شو اخترع لون يعني مثلا ولا شو؟ كتير بنزعج لانه انا بحط الاثنين، يعني مثلا بحط هاي الالوان مرات وهي مرات. سوقع شوي 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 شوي، شو اسمه اي شادو تحت هون، لازم اشيله بالباودر هيك شوي شوي.
ما بحب لما هاي الحركه بتصير، لانه بكون مكمله البيس تبعي ويجي هي تجي هي الخطوه تخرب كل شيء. اوكي هلا راح احط لون شوي اغمق لانه هاد حسيته كثير فاتح البني، كمان لحتى هيك نعمل طبقات شوي هنا ما يكون لون، مع اني حلو هيك كمان، بس راح اغمق شوي. حاسه دخل شي بعيني بس ما بعرف شو. اذا بتعرفوا قطرات هي القطره اللي هيك بتنحط للعين او هيك العيون المرهقه، اكتبوا لي بتعمل هيك لون البياض البيض يصير ابيض. بدي هيك نوع كتير منيح، لحتى مره شفت وحده بالتيك توك عم تحط القطره انه او ماي جاد عيونها هي حمراء وهي هيك بيضة، بس نسيت اخذ اسم القطرات صراحت علي. اكتبوا لي اذا انتم بتعرفوا شي ماركة منيحة اكتبوا لي اياها. يعني هي هيك حب حلو واحد يحط قطرات لحتى هيك بياض، حتى واحد يطلع هيك فريش اكتر. يعني انا ما عندي مشكلة بهالشي، بس هيك بحب اطلع فريش. حواجبي بحس بس بدون تمشيط كشيب وهيك ما بده تعديل، يعني حتى ما راح احط جل، خليهم هيك نيترو. شوفوا كتير شكلهم هيك سوفت. اوكي هلا الماسكارا، جزء الماسكارا هذا اكثر جزء ما بحبه بالميك اب لانه بياخذ 1000 سنه لي يصير، لان انا بحب احط طبقات كثير. في ناس بتحط هيك مرتين وخلص خلصت، انا لا لازم اضل اعمل هيك طبقات لانه هذا الشيء اللي بكثف ويطول الرموش اصلا. اذا تحطوا طبقه طبقتين كانه بينا ما عملتوا شيء. اول شيء هي ايلاش كيرلر اكيد كثير ضروريه. راح اقول لكم كيف بحط الماسكارا. اول شيء لازم تدوروا على ماسكارا انتم بتحسوها منيحه، يعني هيك مرتاحين فيها وثابته، بتثبت رموشكم لفوق. اوكي لانه ممكن ماسكارا بتثبت رموشكم لفوق، في مرات حتى ماسكارات غاليه كثير تنزل الرموش، فالسعر ما دخل طبعا. سو بدكم تلاقوا اهم شيء انه ماسكارا تخلي الرموش ثابته لفوق. اول شيء انا بلشت طبعا شوي، اول شيء بحط اول طبقه وببلش من تحت لفوق، تحت لفوق دائما، ما بعمل بس من فوق. وهذا الشيء طبعا بيخلي الرموش ثابته لفوق، ف لازم كتير ضروري من تحت تطلعوا لفوق هيك وتمشطوهم تمشيط. ما بتحطوا الطبقة الأولى لبين ما شوي تنشف إنه 40%، تعملوا طبقة أولى بهي العين، بعدين ترجعوا تعملوا طبقة ثانية بالعين الثانية. أنا كل فترة عندي طريقة معينة للرموش، بلش من فوق لتحت فوق لتحت. اهم شيء ما احط ماسكارا على اي شادو لانه هي ما بتروح مثل الماسكارات الثانيه، بحس فيها شوي ووتر بروف، مشان هيك هي بتضل واقفه يعني لفوق. هاي الرموش ما بتتعاون معي، ما بعرف ليش بحب هاي اكتر، هيك كتير سلسة. شوفوا ما شاء الله حطيت الطبقة الاولى لهي، هلا برجع على اول عين برجع بعمل طبقة تانية نفس التكنيك من فوق لتحت.
هاي الطبقة الثانية، هلا بروح على العين الثانية واعمل طبقة ثانية لحد ما احس انه خلص. يعني مرات بعمل 3-4 طبقات لحد ما احس انه اوكي. اذا حطيت اكثر بتصير هيك الماسكارا كلام. اوكي خلصت الماسكارا، هلا راح احط هايلايت كونتور. اوكي انا كونتوري بسيط بس للانف مو بسيط، تعرف يعني لازم نخفي هالانف يعني. نادرا ما بشوف حدا انه راضي عن انفه، نادرا ما، حتى اللي ما فيه اللي انفه ما فيه شيء الا ما واحد هيك يكون في شيء زعجه بانفه. فالانف هو الوحيد اللي بحس ان اغلب الناس مو راضي عن انفه عليه، الشيء الوحيد بالوش. فالعين واحد ما فيه يعمل لها شيء، خاص العين ما حدا بيعلق انه عيني بدها شفايفي بدها تجميل، لا الأنف هو اللي أغلب الناس اللي قابلتهم بحياتي مو راضيين عنه. فإذا أنتي راضي عن أنفك فأعرفي إنه أنتي سبيشل، لأنه مو كتير ناس مقتنعين بأنفهم 100%. أوكي بعد ما راح أخلص الكونتور والبلاش والهايلايت، أوه أنا بتعرفوا شو نسيت؟ نسيت ستيب كتير ضروري، الفيكس هاد. او ماي جاد كنت بشوف الاعلانات عليه وهيك انه فكرت الناس عم بيبالغوا انه بعد ما يحطوه يجيبوا هيك كلين سيعملوا هيك وما ما بيصير في شيء على الكلين على الكلينكس. اتس ترو على فكره حقيقي هذا الشيء. ففاجأني السيتنج سبراي هذا، أحسن سيتنج سبراي بشوفه بحياتي وبستخدمه. أنا أكيد ما جربت بس السيتنج سبرايات اللي جربتهم بحياتي هاد، والله إنه من دون مبالغة بيضل مكياجي مثل ما هو من الصبح لليل من دون مبالغة. ممكن الشفايف لأنه بشرب وهيك ويعني كتير بيصير بحكي دائما وهيك ممكن الشفايف شوي تروح، بس الكبيس مستحيل. انه هيك شكله عشان ما تسألوني، وهذا جديد طبعا الماك، انه مستحيل مستحيل والله. يعني هيك الهايلايت هيك والكونتور كأنه هلا عاملة مكياجي، هو مثلا يكون اخر الليل او شيء. فالستيب اللي نسيته انه بعد ما احط الكونسيلر من دون قبل الباودر انه احط منه، وبعدين بعد ما اخلص كل شيء بحط منه مره ثانيه، هيك بيثبت اكثر يعني من خلال تجربتي. فانا نسيت اعمل هذا الشيء، فاليوم بس رح اكتفي انه احط بس شو اسمه بعد ما اخلص. شو رح اعمل هلا؟ رح اجيب بيوتي بلندر وشوي هيك اخفف من الكونتور لحتى هيك ينمزج مع كل شيء، ما يكون حاد كتير. اوكي هيك بكون خلصت الكونتور، هلا ضل البلاش. استخدم هاد، هاد بيعطي هيك شوي على بني. شايفين حلو اللون صح؟ مش بينك او يعني فيه شوي بينك بس بني اكتر. هايلايت خطوة من اهم الخطوات. وما تنسوا انا كنت بعمل غلطة انه بحط سيتنج سبراي بعدين بحط هايلايت، لا ما تعملوا هاي الغلطة، انه خلصوا كل شيء كل شيء وبعدين اخر شيء سيتنج سبراي. شايفين اللمعة؟ اوكي انا بحط نوعين هايلايت، راح احط هاد كمان من شي كلام
اللي هو هيك اليونيكورن فيه كذا درجة، بس بالشمس بيبين اكتر هيك، بيعطي على بنفسجي كمان، وكمان على الانف، بس على الانف رح احط بايدي انه بحبه يكون متركز اكتر. بتعرفوا شو، في شيء انا كنت بستخدمه قبل للحمرة، بستخدم بس من هذا النوع، اكيد عرفتوا اللي هو بيكون مات وهيك بيكون فرشة و... عرفتوا قصدي. وفي نوع الليبستيك هو، فهلا انا عم بستخدم اخر فترة الليبستيك اكتر شيء، بس تقريبا بس ليبستيكس بشتري، بس قبل كنت بستخدم بس هدول. حاسة رح ارجع اعمل هذا الشيء لانه هدول بيخلوا انه يكون شكل الشفايف سموث وما مات مات هيك، من نوع المات اللي كتير مبين انه مات. هدول صعب انه يبينوا كتير مات، بس هدول كتير بيبينوا انهم مات وهيك بيضلوا اكتر، وشكل الشفايف ما في هذا التشققات او شيء ابدا. بس بهذا الليبستيك، اي ليبستيك كان حتى لو من اي ماركة كانت، بحس الليبستيك مو مثل هي. فرح ارجع شوي اشتري الوان لانه انا الوحيدين اللي عندي بس كم واحد يعني، فلازم ارجع مرة ثانية اعبي من هدول. بس ما بستخدم شي غيرهم ابدا، ما بستخدم ليبستيك. راح احط الليب لاينر اول، نسيت الليب لاينر، احطه على كل الشفايف. حلو لون الليب لاينر هاد، كتير هيك طبيعي. هذا اللون دمجت معه هاد. شايفين كيف هيك سموث صار؟ سموث اكتر من لما بستخدم هاي. هاي اذا بستخدمها طبعا بصير هيك شفايف بعد، اوكي بيعطيني نفس النتيجة اول شيء، بس بعدين بعد 5 دقائق بس تحكوا شوي تضحكوا شوي تشربوا مي طلع التشققات والمنظر اللي مو سموث. ف this forever. اوكي هلا بحط ستيك سبراي لانه خلصت كل شيء. بحط بالبيوتي بلندر، انا ما بحط هيك، بحط بالبيوتي بلندر كم رشه وبعدين بعمل هيك مشي بمشي البيوتي بلندر على وشي كله، وهيك شوي شوي طبطبة خفيفة حتى هون على الليبستيك، على الأنف، تحت العين، كل الأماكن. حتى هون اوكي هيك بكون خلصت ميك ابي. قولوا لي شو رايكم، انا كثير حبيته بالذات الشفايف.